قبل 46 سنة انطلقت المسيرة الخضراء، مسيرة قادها المغاربة لاستعادة الصحراء المغربية، مسيرة تاريخية سلمية تابعها العالم بأسره. بادر الملك الراحل الحسن الثاني في 17 من شتنبر عام 75-900 إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص وضعية الصحراء والإجابة عن سؤال: هل كانت الصحراء وقت الاستعمار الإسباني أرضاً لا مالك لها؟ رفضت إسبانيا التجاوب مع المغرب بدعوى أن ذلك سيكون اعترافاً منها بوجود نزاع قانوني بينها وبين المملكة. عرض المغرب الاقتراح على الجزائر وموريتانيا، فقبلت هذه الأخيرة ورفضت الجزائر. بعد دراسة الملف، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود روابط قانونية وروابط بيعة بين العرش المغربي وقبائل الصحراء المغربية. فور صدور قرار المحكمة، ألقى الحسن الثاني خطابه الاستثنائي في 16 من أكتوبر عام 75-900 معلنا عن تنظيم المسيرة الخضراء مفاجئا بها الإسبان والجزائر. مبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. أعطى الراحل الحسن الثاني الإشارة إلى زحف 350 ألف مغربي من جميع أرجاء المملكة، فيما التحق بالمسيرة مجموعة من الوفود العربية والأفريقية وكذا الوفد الأمريكي. عبرت المسيرة الحدود الوهمية رغما عن الاحتلال الإسباني، وحققت النجاح المرجو منها. المسيرة الخضراء أول ارتعاشة قومية بعد الاستقلال، والمغرب الذي أبدع المسيرة الخضراء قادر أن يواصل هذه المسيرة ويبدع مسيرات كبرى جديدة للانتصار على تحديات المستقبل.